ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربط التصويب، هذه تمارين يمكن نحتاج 100 فعالية تدريبية فقط على هذا الربط، 18 ياردة 18 ياردة، وبيناتهم 15 ياردة. زين، وتشتغل على الواحد، عندهم كرات يلعبون سوا. ابدي واحد يلعب كرة طويلة تقريبا 30 ياردة إلى اثنين، اثنين يهيئ يردها يهيئها إلى واحد، واحد يهاجم الكرة يلعبها إلى ثلاثة، ثلاثة يهيئها أمام الهدف إلى واحد، واحد يهاجم الكرة للتصويب على المرمى، اثنين وثلاثة يتابعون بالطرفين بنفس الوقت. بدل مكانك، حاضر ابدي، بدل مكانك، حاضر ابدي، وهكذا. إذا حصلنا على مجموع يعني من التكرار، بحيث أنه كل لاعب من اللاعبين صوب ما لا يقل عن 5 تصويبات، يكون التمرين فانتاستيك، ممتاز، من أحسن تمارين كرة القدم. لا منافس ولا خصم ولا هاي، بعبارة عن one touch play، هذا المهم. كلما أمكن one touch، واحد إلى اثنين، اثنين one touch، واحد يهاجم الكرة يلعب إلى ثلاثة، ثلاثة وان تاتش، واحد يهاجم الكرة واثنين وثلاثة يتابعون، واحد يصوب، يصير تغيير المراكز. هذه التمارين اللي أنا أسميها تراديشنال، تقليدية، لأنها سهلة التنظيم جدا، سهلة الفهم وسهلة التطبيق، لا تملون منها. بيها درجة وبيها إيش تريد تعمل اعمل، وعلى هذه الشاكلة املأ جعبتك التدريبية منها وضعها بعد فترة الإحماض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعنا يوم الدين بإذن الله تعالى. تحية لفلسطين، شعب فلسطين، وإلى المقاومة الفلسطينية البطلة.